اهلا وسهلا متابعي تونس الرقميه وتونيزي نميريك. احنا توا متواجدين بمجلس نواب الشعب اين تقوم كتله الدستور الحر باعتصام منذ ليله البارح. دونك معنا احنا حاليا رئيسه الكتله ورئيسه حزب الدستور الحر باش نعرفوا معها اكثر تفاصيل على خلفيات هذا الاعتصام، الاسباب نتاعو، الوقتاش باش يبقى متواصل، مختلف التفاصيل باش نتابعوها توا. مرحبا بك مدام عدير على تونيزي نميريك. دونك مدام، في البدايه باش نرجعوا على اسباب الاعتصام اليوم، كتله الدستور الحر كما ذكرت تقوم باعتصام بمجلس نواب الشعب على خلفيه تتهاجم عليها البارح ومنع سيادتك من الكلمه ومن مناقشه مشروع القانون اللي قدمته. كان تعطينا اكثر تفاصيل مدام. البارح كيف ما قلنا هي كانت النقطه التي افاضت الكاس، باعتبار انه البارح كما لاحظوا الناس الكل جلسه عامه مخصصه لمناقشه مجموعه من القوانين. من ضمن القوانين هذوما فما مشروع القانون عدد 7/2020، هذايا باش نصادقوا فيه على انضمام تونس لبروتوكول يتعلق باداره الشريط الساحلي، والبروتوكول هذايا ممضى من عام 2008، ما وصل للبرلمان كان في 2020، وهذه من اختصاص نظر لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة. خذيت مكاني باش نبدأ نقدم المشروع متاع القانون. كانت الأجواء عادية، رئيس الجلسة باش يعطيني الكلمة ينتظر أنه نكونوا جاهزين باش نقسموا العمل مع مقرر اللجنة ونائب الرئيس اللي كانوا بحذية مكتب اللجنة، ما فما حتى إشكال. فجأة نائبة على الكتلة متاع تنظيم الإخوان تاخذ نقطة نظام. النائبة هذه ماهيش عضوة في اللجنة، ما عندها حتى علاقة باللجنة، هي عضوة في مكتب المجلس ومعروفة بانحيازها الشديد واللي مشروط لراشد الغدنوشي. شكون النائبة مدام؟ زينب إبراهيم. هذه كانت تتذكروا اللي صار معاها النزاع الأول نتاع النهار الأولاني وقت أداء اليمين، وقت اللي لقيناها شادة الكاشي وتخدم وكأنه معناها البرلمان على ملكهم، وقلنا لهم وقتها ردوا بالكم راهو البرلمان ماهوش يمس الشورى نتاعكم. خذيت نقطة النظام، قالت احنا ما نرفضوا انه رئيسة اللجنة تكون حاطة قدامها البونكارت اللي احنا حاطينها اللي هي تحمل بطبيعة الشعار سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني، وهذه يظهر لي لافتة فيها قناعتنا وفيها شعار للرأي العام من حقنا انه باش نحطوه، وصورة الزعيم الحبيب بورقيبة اللي هي موجودة قدامي. ومن وقتها انطلقت نقاط نظام وتنجموا ترجعوا لللايف وتطلقوا هذا، الكلهم من تنظيم الاخوان كيف كيف ولاو يفتيوا، ما هما مختصين في الفتاوي ومختصين في البدع. كيفاش انت توا كي كنت في الكرسي اللي بجنب كنت رئيسة كتلة تنجم تحط، اما توا كي بدلت من الكرسي وليت رئيسة لجنة، رئيسة لجنة ما عادش تنجم تمارس قناعاتك ويزمك تتجرد من انتمائك السياسي. فين جات هذه؟ فين بدع؟ انا رئيسة لجنة مانيش موظفة في اللجنة، مانيش باش نكرس حياد الادارة، انا في اللجنة رئيسة لجنة بسيفتي نمثل الحزب الدستوري الحر، لانه الناس لازمها تعرف انه وقت اللي يصير تقسيم اللجان يصير بناء على الكتل، يعني ناخذوا مناب الكتل، منابنا احنا في المسؤوليات في الكتل انه خذينا رئاسه لجنه الصناعه والطاقه، وخذينا رئاسه لجنه التونسيين بالخارج، وخذينا مجموعه من المسؤوليات في معناها لجان اخرى، وكل عضو في اللجنه يمثل حزبه ويمثل الكتله اللي يطلع عليها ويمثل اذا كانوا مستقل يمثل نفسه. البدعه هذه نتاع انا نمثل اللجنه الكل ويلزمني انا نكون نتبنى اللجنه الكل ونتجرد من قناعاتي ونمارس الحياد، هذه ما عندها حتى اساس لا في النظام الداخلي لا في المنطق السياسي لا في المنطق القانوني ولا في هالأعراف اللي يحكيوا عليها هما واللي ما دأبوا عليه. أنا لهنا لا صرحت تصريحات معناها في تقرير اللجنة اللي هو تصريح سياسي بعيد عما تم الاتفاق عليه، وقتها تنجم تقول لي هذايا تصريح لا يلزم اللجنة لأنه ما جاش في التقرير، أنا ما عملتش، ما زلت ما تكلمتش جملة. هما أنت ما تقعدش رئيسة لجنة وما تخدمش وما نمروش القانون إذا تصويرة بورقيبة غادي والبونكارت اللي فيها سحب ثقة من الغنوشي غادي،
والفتوى هذه انك تتنحى انت من الانتماء السياسي. وحتى البلاغ هذايا اللي قعدنا بهتين منين جاي الاداره العامه نتاع الاعلام هذه اللي هي ترجع لرئيس الديوان حبيب خضر اللي مخرجه بلاغ دخلها وشنو هي صفتها كاتبين قالك تحملوا شعارا سياسيا في البرلمان الكل سياسي وبكش البرلمان تكنوكراتو البرلمان سياسي ونمثلوا كتلنا ونمثلوا احزابنا ونمثلوا قناعاتنا. هذه محاوله لمصادره حقي، هذه محاوله للتخلص من صوره بورقيبه اثناء مناقشه التقرير نتاع اللجنه، ومحاوله لعدم تمرير الاتفاقيه وهذا هو الخطير. الاتفاقيه هذه كان ناخذ فكره عليها. احنا البارح وزير البيئه يقول لك راهي الاتفاقيه هذه مهمه جدا لتونس، اتعملت من 2008 ونعرفوا تونس كانت سباقه في الانخراط في المجهودات الدوليه لحمايه البيئه وحمايه الشريط الساحلي، يعني هذه باش توفر امكانيات وباش توفر مساعدات اللي هي باش تامن لنا السلامه البيئيه نتاع شريطنا الساحلي وباش تعاون تونس على مستوى السياحه وعلى مستوى البيئه وعلى مستوى الثروه السمكيه وعلى مستوى الثروات الطبيعيه وهذه الكل. يعني احنا نكونوا سباقين في الامضاء، نجيو اليوم تقعد الساعه هي على 10 سنين هذوما الكل ما تتعداش الاتفاقيه، ونهارت اللي جات باش تتعدى يلزمها 109 صوت هما يعملوا السيناريو هذا اللي اختلقوه. الخطير في الامر شنو هو؟ انه من ناحيه يتعسف عليك ويقول لك النظام الداخلي، قالوا النظام الداخلي ما يحكي شيء على اللي جاي. وزيد نعطيك حاجة، البانكارت هذه اللي أنا قدامي سبق أني حطيتها قدامي في اجتماع اللجنة نفسها اللي ناقشت نهارتها وصادقت على تقرير المشروع اللي تعرض على الجلسة العامة، وكانوا حاضرين رؤساء كوتل وكانوا حاضرين نواب، وتصويرها هبطت على صفحة مجلس نواب الشعب، يعني باش يوريك لي الحكاية جابوها من الحيط ما عندها حتى علاقة بالموضوع. المجلس خلال الجلسه لمناقشه خلينا نكملك. الخطير البدعه الجديده اللي تعملت هو انه قالوا باش نرفعوا الجلسه بطلب من رئيس كتله قلب تونس باش نمشي ونعملوا اجتماع رؤساء كتل للبت في الموضوع. يعني انا رئيسه كتله تجي انت باش تقول لي راني باش نعمل اجتماع رؤساء كتل باش نبتوا فيك انت، تحط التصويره نتاع بورقيبه ولا ما تحطش، تحط البونكارت والا ما تحطش. هذه الساعة البدعة نتاع رؤساء الكتل غير موجودة في النظام الداخلي، وما فما حتى هيكل في النظام الداخلي اسمه هيكل رؤساء الكتل، فما مكتب المجلس، فما ندوة الرؤساء اللي ما فعلهاش الغنوشي، وفما رؤساء الكتل منصوص عليهم في النظام الداخلي يجتمعوا فقط وقت اللي يتعلق الأمر بمشروع لائحة كما اللي قدمناها احنا. القانون يقول فما اجتماع رؤساء الكتل لتدارس التعديلات، ما زاد على ذلك رؤساء الكتل ما عندهم سلطة قرار، ما عندهمش ندوة خاصة بهم تصدر قرارات، والخطير رؤساء الكتل ما نجموش يقروا تأجيل تمرير قانون، وما نجموش يقروا رفع جلسة، وما نجموش يقروا النائب الفلاني يلبس أبيض ولا أخضر وإلا أصفر ويحط قدامه تصوير بورقيبة وإلا ما يحطش. قال لك مشاو عملوا، وهاو اليوم بدينا نسمعوا انه ما همش رؤساء الكتل اللي حاضرين، فما ممثلين نواب على الكتل حاضرين وما تكلموش والقرار جاهز، ويمشي وقتها يجيبوا الغنوشي. الغنوشي ماهوش حاضر باش يمارس خدمته ويدير الجلسه، اما وقتها مشاو عيطوا له وجابوه وجاب القرار اللي نفذه طارق الفتيتي. والبدعه الجديده قال لك اجمع رؤساء الكتل يا تنحي تصويره بورقيبه والبانكارت وتعدي القانون، يا اما نرفعوا الجلسه وفاء. كي جيت نجاوب فيه هاكا هذايا زاد مصور، جيت نجاوب فيه قص عليا، باهي 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 قص عليا الميكرو ورفع الجلسه. وقبل هذاك شنو اللي صار؟ النائب اللي هي عضوة لجنة النائبة هاجر شقرون طلبت نقطة نظام، لأنه احنا قلنا له زينب ابراهيم اللي أثارت الموضوع ماهيش عضوة في اللجنة. مشاو جابوا عضوة من لجنة من تنظيم الإخوان سجلت احتجاجها وصورتها الكاميرا، جات عضوة من الدستوري الحر باش تتكلم ما حبش عطيها الكلمة، قالها أنت هي وذوما نقاط النظام وفاو وسيء وتعسف عليها وما حبش يخلي صوت آخر يبلغ، باش الرأي العام كي يتصور في الفيديو يرى أنه فما زوز نواب احتجوا اللي هما على تنظيم الإخوان، واحدة عضوة واحدة ماهيش عضوة. وبالنسبة لي نحن عضوة اللجنة اللي حبت تبين موقف مخالف ما خليوهاش تتكلم. الغريب في الأمر أنه مكتب باللجنة نائب الرئيس والمقرر قاعدين بجنبي وما اعترضوا على حد شيء، وهيك الكاميرا صورتنا قاعدين ننسكوا شكون باش يقرا جزء التقديم وشكون باش يقرا اعمال اللجنه. يعني المشكل افتعلوه هما ماهوش موجود وما فما حتى اعتراضات. هذايا خطير احنا نعتبروه، وصلنا لمصادره حقي كرئيسه لجنه انه يوصل مشروع قانون للبرلمان واني نجي انا نقوم بدوري ونقدمه. الاخطر من هذا
تكريس العنف مرة أخرى داخل البرلمان. فما من ائتلاف الكرامة تهجموا عليك البارح مدام بألفاظ نابية، شكون البارح؟ ما واضح وقت اللي هما يحكيوا على اجتماع رؤساء الكتل اللي يحكيوا عليه النائب سيف الدين مخلوف، وهو كمصور وهو كموجود، وانا باش نوثقوها بمحضر عدل منفذ وننشروه للعموم. يجي يزعد ويزبد ويرعد الراجل، انت بقعتك في الحبس، انت سارقه، انت لما نردك مالوغوزمون كلمه خايبه باش تتقال في الاو بوبليك في البلاد، الا ما نعمل الا ما نقد، انتم سراق، انتم بقعدكم في الحبس، انتم اخي مش مستعرفين بالانتخابات؟ هو طالع بالبقايا، هو طالع بالبقايا، وانا اغلى كرسي في البرلمان، انا كتلتي جايه رقم 3 في الانتخابات، هو كتلته يمكن 5 ولا 6 بعدي، ولاو هما يعني ينكروا شرعيه الصندوق اللي هما كل يوم يحكيوا عليها، ومش مستعرفين انه احنا عندنا 200,000 تونسي انتخبونا في تلك الظروف السيئه اللي صارت فيها الانتخابات، وانه احنا طالعين عن جداره واحنا موجودين في البرلمان بشرعيه الشعب. هذايا ليه؟ انت سارقه وانت بقعتك في الحبس، يعني تهديد بالقتل وتوا تهديد بالحبس. المرة الأخرى تكفير، توا باش ندخلك للحبس ولما نردك كذا كذا في البلاد. وشنو يقول لي آخر؟ يا قوادة، يا سارقة، يا اللي تحل تليفونك باش زملائك يدخلوا للحبس، يا عرة نساء. يعني اعتداء آخر بسيفتي امرأة. يعني هما كل واحد منهم يصير حاجة هكية في وسط المجلس يعمل لك أنت سبة خاصة بك كامرأة عرة نساء. وهذايا من جملة الكلام آخر كبير اللي هو تقال على مرأة ومسمع، كاميرات تلفزة تصور، أما قاصين الصوت، ولأن أنا نحب نسجل أنه وقت اللي يبدأوا هما يسبوا فينا الصوت يتقص ويورينا احنا كيفاش نتكلموا هكا وما تعرفونيش قاعدين نقولوا، اما وقت اللي تسكت الامور والا نتكلموا احنا يرجع الصوت. معناها هذه زادة امور اللي نحب ننبه لها، احنا ما عندناش الحق ندخلوا معانا كاميرامان، ما عندناش الحق ندخلوا معانا مسؤول اعلامي للميسيكل، لكن زادة اذا كان ما يتمش نقل اللي يصير كيما صار هذا مش مقبول. كيما يصير علاش نحيو الصوت وقت اللي هو السين اللي عملها الكل تنجم ترجع لها؟ تو تلقاها صامته كيفاش متهدد باش يجيني وكيفاش يشدوا فيه وكيفاش يعمل هكا وكيفاش يسب، لكن الكلام ما سمعتوهش انتوما والكلام هو خطير. اذا احنا اذا كان من قداش عنا ومن اللي خاصه من اللي بدات الازمه نتاع الكورونا والنواب غايبين والغنوشي استفرد بالبرلمان وحب يعدي مشاريع القوانين اللي تعرفوها، اتفاقيه تركيا وقطر، عمل خرق للاجراءات، عدى قانون المعابر الحدوديه من غير ما نقدموا فيه مقترحات التعديل، اشكينا للمحكمه الاداريه، عملنا تظلمات، او الاخت عضوه مكتب المجلس يعني اضطهاد تام داخل المكتب، ديما انت تقدم المقترح ويتكتلوا الناس الكل باش يجيوا ضدك، القرار نتاع عدم مساءله الغنوشي وعدم امكانيه مساءله رئيس البرلمان ما تعرضش على التصويت، هاي موجوده قدامنا، ما عرضوهش على التصويت، هكيكا معناها هما بالنسبه ليهم ولات حكايه تغول، ما دام عندنا اغلبيه، ما دام عندنا ائتلاف برلماني ما يخرجش من يد الشيخ، نعملوا اللي نحبوا وانتوما ما عندكم ما تعملوا. الجلسه نتاع 12 ماي ريتونا طلبنا في كنف الاحترام، زيدونا نقطه في جدول الاعمال، خلي النواب يصوتوا على مساءلة رئيس المجلس، يا اخي هو على كيفه قال لك انا كي نرضى انا تسائلوني، كي انا ما نوافقش ما تسائلونيش، انا جلسة 15 جانفي خليتكم سائلتوني بكيفي باختياري، يعني انت تجي نائب كيفي كيفك، دم انتخابنا، وتجي انت تتحط رئيس برلمان على خاطر باش تسير البرلمان تولي تتغول وتولي فوق المسائلة وتولي باختيارك وبكيفك، وهو الجلسة العامة منعقدة وهي أعلى سلطة يعني في البرلمان وهي سيدة نفسها يرفض هو وحده أنه يمرر للتصويت، يعني هو الخصم وهو الحكم وهو اللي يرفض وهو اللي يقول وهو اللي يعمل كل شيء. وهذايا الناس قاعدة مزكيته واليوم يخدم باسم رؤساء الكتل. إذا بعد هذايا الكل حملنا الشارة الحمراء، عملنا لي بونكارت نتاع الاحتجاج، عملنا التصريحات الصحفية، جبنا ندوات صحفية وريناكم فيها بالملموس الخروقات اللي قاعدة تصير، في الأخر السب والشتم والقذف، وكل مرة شفتوا شو عمل معايا المرة الأخرى عياض اللومي ولجنة الإصلاح الإداري ويخرجوا يسبوا، إلى متى؟ إلى متى؟ باش واحد يدخل للبرلمان منتخب ويخدم في إطار القانون ويقوم بواجبه وحاضر، وشفتوا مداخلتي الصباح 10 دقائق في صميم المشاريع متاع القوانين، يجيوا ناس يعتديوا عليك بالطريقة هذه، ومن بعد يخرج هذا بلاغ من السلطة، ما عندهاش موجودة هذه إدارة عامة متاع إعلام، اش دخلها في شأن النواب؟
حاجه اخرى قاعدين يعملوا فيها في الصفحه نتاع البرلمان، الناس اللي تحط جيم على تصويرتي انا ولاو يبلوكيو فيهم ولاو يمنعوهم من انهم يحطوا لي كومونتير المسانده ليا انا. البارح اصلا منعوا التصوير، البارح صوروا كان رواحهم، صوروا رئيس وزوز نوابه وصوروا الوزراء وعملوا صوره بعيد من بعيد هكايا زعما للجلسه من اللي كانوا يصوروا رؤساء الكتل الكل ويعديهم، لاني انا ما عادش يلزمني نظهر. شنو هذا وين ماشيين بيه؟ اذا بهذا الكل اللي صار وبالاضطهاد هذا الكل اللي صار وبالاعتداء الصارخ اللي على مرأة ومسمع من الراي العام الوطني والدولي وهما متحدين هذا الكل، احنا ما عادش نجمو نقبلوا شيء هذايا. احنا يزلنا نحسموا اليوم في الموضوع، دخلنا في اعتصام مفتوح، الاعتصام هذايا مانيش باش نفضوه الا ما تتحقق جمله من المطالب. توا احنا قاعدين توا نتباحثوا باش نصدروا بيان رسمي، والاعتصام باش يكون عنده اسم وباش يكون عنده شعار وباش يكون عنده لوجو وباش يكون حاجه منظمه. قاطعنا مكتب المجلس، الاخت عضوه المكتب معتصمه معانا، لانه مكتب المجلس وليت حاجه صوريه يعديوا فيها هما القرارات المطبوخه خارج المكتب ويعملوه كغطاء باش ياخذوا به الشرعيه القراراتهم. اذا اول حاجه الساعه قبل ما نحكيوا في كل شيء هو تصير الادانه الواضحة من المكتب متاع المجلس للتجاوزات الخطيرة اللي ترتقي إلى جرائم اللي هي يجرمها القانون، ومعناها المخالفات هذه عندها عقوبات جزائية اللي قام بها النائب سيف الدين مخلوف واللي على مرأة ومسمع من الجميع وتحت قبة البرلمان. ومش أول مرة الكتلة هذه تتعرض لنا بالعنف، تتذكروا كيف كفرونا، تتذكروا كيف جابوا لنا الناس باش ضربونا وباش اعتدوا على الأخت عواطف، وشفتوا لنا شنو اللي صار فينا وقتها. مش أول المرة الكتلة هذه تكلف بالعنف به. إذا أول حاجة تصير هي الإدانة. هذه حكاية أنه رئيس المجلس فوق المساءلة لا سبيل إليه، النقطة هذه تمر للتصويت في الجلسة العامة، وخلي الجلسة العامة هي تقول الموقف نتاعها. كيف الاتفاقية هذه اللي تهربوا منها وما حبوش يعديوها واختلقوا هالسيناريو هذايا الكل باش ما تتعداش، يلزمها تتعين لها جلسة، أقرب جلسة، ويعطيوها لنا من توا التاريخ نتاعها وتتعدى، إلى جانب نقاط تنظيمية أخرى وترتيبية تخص سير العمل في المجلس لضمان حقوقنا على قدم المساواة مع بقية النواب وعدم اضطهادنا. احنا جملة المطالب هذه باش نقدم، والاعتصام نتاعنا متواصل الحمد لله، الكتله ملتفه ومتضامنه، حتى اللي عالقه في الخارج الاخت زينب والا السي مصطفى اللي هو راجل كبير واحنا في وضع نتاع كورونا ما يزموش يخرج، ونعرفوا الحجر الموجه فوق ال 65 سنه معناها ما نعرضوش حياتهم للخطر. سي ثامر كيف كيف ان شاء الله ربي يفرج عليه وعنده معناها اشكال هكا يمشي ويجي، بقيه الكتله الكلنا موجودين مرابطين مقسمين العمل، لانه فما ناس تخرج تخدم في اللجان نتاعها وترجع. مانيش باش نعطلوا، بالعكس انا غدوه عندي جلسه استماع لوزير الطاقه وساشرف عليها باش نواصلوا الحضور في اللجان، باش نشرف انا على اللجنه نتاعي في اطار القانون. العمل نتاعنا نقوم به فقط نقاطع هياكل التسيير والهياكل نتاع التعسف والتغول، واليوم نبلغوا صوتنا عبر هذا الاعتصام، ويلزمنا نحسموه الموضوع هذايا. لا مجال انه يتواصل عمل المجلس بهذه الطريقه، وفي الاخر يكتفيوا الناس الكل تعطيل عمل البرلمان، يرذلوا في البرلمان، يعطلوا في المؤسسه، مشوشين. البارح منابر مفتوحة لسيف الدين مخلوف في الليل باش يسب بما لذ وطاب، خاطر هما يستمتعوا بالسبان هذايا. انا نراه ماهوش معقول ومخالف حتى الابجديات العمل الصحفي انك تحل منبر باش يجي شخص يتهجم على نائب في البرلمان في غيابه. هذايا انا اللي نقوله للراي العام، نضالاتنا متواصله، باش تكون عندنا نقطه اعلاميه قاره يوميا باش نعلموا بها الراي العام تطور التحرك نتاعنا، باش نعملوا جمله اخرى من التحركات القانونيه في اطار ايام الاعتصام هذوما. ومانيش باش نتقلقوا، رمضان تعب الصيام، بعاد على صغارنا، بعاد على عائلاتنا، في فتره نتاع كورونا هنا نحاولوا انه نلتزموا بقواعد السلامه والديسونسياسيون وهذايا الكل، لكن هذا لن يثنينا عن قول كلمه الحق، لأنه وصلوا إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء معانا في الاضطهاد وفي مصادرة حقوقنا وفي الإساءة لعمل المجلس. والكتلة هذه المتغولة اللي حطت معاها كتل اللي هي معاها في كل شيء، يا إما تشارك بالصمت يا إما تشارك بالتصويت معاها يا تشارك بالغياب، هذايا احنا ما نجموش نسكتوا عليه. واضح، مشكورة مدام عبير على التوضيح.